قبل بقى ما نبدأ حلقتنا النهاردة، للأسف كان في خبر حزين جدا وادعت كرة القدم المصرية النهاردة يوم الأربع. حازم كرم حارس مرمى النادي الأهلي منتخب مصر السابق ومدرب طبعا حراس مرمى منتخب مصر في نهائيات كأس العالم سنة 1990 في إيطاليا بعد صراع مع المرض، تولى كابتن كرم منصب مدير قطاع الناشئين في النادي الصيد في آخر مراحله في شغله الاحترافي قبل رحيله عن دنيانا النهاردة. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب نعى النهاردة الفقيد في بيان رسمي بقاء لله وخالص عزل الأسرة، ربنا يلهمه بالصبر والسلوان. معنا دلوقتي على الهاتف كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. الأول مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيماء، وطبعا اللقاء لله والسلام عليكم. كابتن حازم كان ضمن أساطير مدرب حراس المرمى في مصر وعاصر جيل كبير جدا في النادي الأهلي عند الفريق الكويتي. صحيح. فريق البطولات وسبع بطولات دوري ورا بعض، وبعدين مع كابتن جوهري في كاس العالم وكاس العالم نتائج المقهرة في 90، وفضل اخر ايامه شغال يعني اشتغل ما سابش كرة القدم لبقاء لله. وطبعا يوم حزين جدا جدا جدا. أكيد أكيد البقاء لله. عايزين نعرف من حضرتك أهم ذكرياتكم مع بعض، لو تكلمنا شوية عن كابتن حازم كرم. يعني الكابتن حازم من أوائل الناس اللي عملت في يعني منصب مدرب حراس المرمى في مصر. كانت يعني الفرق من غير مدرب حراس مرمى، وتحدث المنصب ده يعني كان من أوائل الناس. طبعا الكابتن عصام عبد المنعم اول مدرب ليا في النادي الاهلي، وكان اول ناس في قطاع الناشئين، وكابتن حازم كان بيشتغل مع الفريق الاول. كابتن حازم يعني كان بيجيد الايطاليه، فعشان كده اشتغل مع فريق كوت اللي كان بيجيد الايطاليه برضه، وكان بيساعده كمساعد مدرب وكمدرب حراس مرمى وكمترجم. قام بدور مهم جدا في النادي الاهلي واستفدنا منه كتير، وانا لحد دلوقتي يعني بستدعي حاجات من الحاجات اللي كان بيشتغلها معانا واحنا صغيرين، لانه فعلا كان متطور جدا في اساليب تدريبه. لان الوقت ده كان صعب جدا انك تتحصلي على معلومه او على حاجه طبعا صح تبقى تحت ايدك يعني. لكن هو كان الحاجات يعني بعض الحاجات اللي احنا يعني حديثه جدا دلوقتي كان بيعملها بس بشكل بدائي كده من وجهه نظر خاصه على قد الامكانيات. لكن هي كانت بتأدي الهدف اللي احنا بنوصل له دلوقتي يعني. فعلا كان يعني سر العصر، وكان بيحاول يعمل تطوير في تدريب حراسه المرمى. وانا مش قادر اقول غير ربنا يتغمده برحمته ويتجاوز عن سيئاته. يعني كان شخص اولا شخص كان هادي جدا، وكان يعني ما عندوش مشكله مع اي حد. أنا أعتقد أنه في مكان أحسن من اللي احنا كده. البقاء لله. طيب